أحد الصالحين اسمه أبو قلابة يقول: الرجل يذنب الذنب فيقول لن يغفر الله لي، فييأس من رحمة ربه فينهمك في المعاصي. فنهاهم رب العالمين بقوله: إنه لا ييأس من روح الله، يعني من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طول ما أنت موحد ربنا سبحانه وتعالى، اعرف أن ربنا مقبل عليك. طول ما أنت بتقول له يا رب ماليش غيرك مهما كان حالك، اعرف أن ربنا مقبل عليك. ما كانش خلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم آخرين فيذنبوا فيستغفروا فيغفر الله لهم. ربك سبحانه وتعالى ما بيقلبش على حد، زي ما بيقول بعض أصدقائنا اللي اتقال لهم حاجة زي كده عن ربنا، ده يستحيل في حق ربنا. لكن ينغمس الإنسان في المعاصي بسبب أنه عارف أنه مش مقبول، خلاص بقى نستمتع بالدنيا ما دام ملناش عند ربنا حاجة سبحانه وتعالى.